جبتها بالفواكه لك ولأولادك، لكن بالأساس لك أنت لأنك حامل وتحتاجي تغذية جيدة. هذه تعزز المناعة ومقاومة للأمراض، وهذه بتدي لهم طاقة وبتقويهم. هيا قومي الآن جهزي يا بنتي، نروح عند الدكتورة. المولود حق ماما بيأكل هذا كله؟ يكفيه قليل بس، ولازم أنا كمان أكل منه. إيش بتعمل يا سالم؟ ها؟ وين اختفيتي وأنا أدورك؟ حتى ما كملتش تلعبي معي، أمي بتجيب لنا طفل جديد وانتي هنا مشغولة جالسة تأكلي الحلويات. أنا أفكر في خطة ولازم تساعديني يا فرح. فرح؟ أقول لك شي، بيجي المولود حق أمي ويأكل كل الحاجات اللي جابتها لنا جدة، حتى الحلويات والألعاب. من ذا الحين ما بتكونش تحصلي إلا قليل. زيت جبل يا بابا. هذا لأختك، يكفيك الذي بيدك. هذه لك، وهذولا ثنتين لها. هاي هوبا. كملي اكتب الواجب حق المدرسة، بعدين اخرجي العبي يا فرح. ساعديني، لازم نتصرف تمام علشان ما يدلعوش المولود الجديد اكثر مننا، ومعي خطة بتعجبك. فرح عارفة كيف تتصرف يا سالم، وما فيش داعي تعمل خطط. أهلا 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 يا حبيبتي فرح. بابا عادك تحبني مثل ما كنت؟ أيوة أكيد أحبك، الآن وبعدين وطول عمري بجلس أحبك. ما فيش حاجة صعبة على فرح. قد إحنا خارجات الآن، انتبه على البيت يا أبو سالم. حاضر يا عمه ولا يهمك. أوه تذكرت، ما أخذت معي بطاقة متابعة الحمل. فرح روحي جيبيها من الدرج اللي جنب السرير ورجعي بسرعة، بناخذك معانا. ماما ماما، اليوم بنلعب أنا وسعدون وأسامة مع عزيزة. تمام يا سالم، لكن خليكم مؤدبين أنت وأصحابك، لما نرجع
ما بدي اتاخرش. ايش الخطه اللي قلت لنا عليها؟ بوريكم الان، تعالوا معي. ها بتجي معنا يا فرح؟ معانا خطه قويه. لا متأكد يا سالم إن اللي بقينا لهم بيكفيهم؟ أحياناً تنفيذ الخطط يحتاج إلى نباهة أكثر. هيا هيا قلوا قبل ما تجي أمي. قال جدتين هذا كله مفيد للطفل الجديد، لازم نكمله قبل ما يجي الطفل ويأخذ علينا أكثر الحاجات. هيا هيا وانت شربي معنا يا عزيزة. الحمد لله، كلام الدكتورة طمنا وحالة الجنين ممتازة. أيوة الحمد لله. أشتي أكمل هذا كله، بس خايف إني ما بقدرش بعدها أتعشى الليلة. لا بنكمل كل شيء يا سعدون، لازم نأكل أكثر من اللي بيأكل الطفل الجديد. مرحبا يا أم سالم، الحمد لله شكلك بخير وصحتك تمام ما شاء الله. أهلا بجارتنا. أيوة الحمد لله، راجع الآن عند الدكتورة، تطمنت على صحتي وصحة الجنين. إذن الحمد لله، خليكي منتبهة على نفسك لما تولدي بالسلامة. بإذن الله تستمر هكذا، بنتي مهتمة بصحتها وتزور الطبيبة بانتظام وما ترهقش نفسها، وكمان أطفالها مش مزعجين. هيا تفضلي عندنا يا جارة. مستعجلة الآن، مرة ثانية أزوركم إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. سالم أنا بروح البيت، أصلا قد تأخرت. وأنا كمان. ولا حتى عزيزة بتنفعك؟ افتح الباب بسرعة يا سالم. ممكن تقولي ليش عملت كذا يا سالم؟ أصلاً ظنيت إنك ما بتزعلش مني وبتفرحي لأني أكل كذي الفواكه وأكل صحي مثل ما أنتي كنتي تقولي لي وتنصحيني، وفكرت إن أنا أكون مع أصحابي كريم وأعزمهم. وإيش كمان؟ وخلت للطفل الجديد قليل منها، مش معقول يا ماما إنه يأكل الحاجات كلها وحده. سالم يا حبيبي، جدة جابت الحاجات لنا كلنا مش للطفل الجديد وحده، واللي فعلته أنت غلط، فعلت فوضى في كل مكان، وعلشان كذا أنت معاقب، بخليك يومين ما تشوفش حلقات الكرتون اللي تحبها. أمي ما عاد بتفهمنيش. كانت خطة فاشلة يا سالم. أمي صح، إن تصرفات سالم بقت غريبة من يوم ما عرف إننا حامل، حتى العشاء ما تعشاش. إيه فيه اللي أكلوا من الفواكه والخضروات، وبعدين هذه الغيرة والمنافسة بين الأطفال طبيعية. لا تقلقيش، بنلاقي حل.